بونجور واحلى كلام من جينيال في المراجعه الجينياليه لطلبه الصف الثاني الثانوي الترم الثاني. مستمرين معاكم في فيديوهاتنا المفيده ان شاء الله. الفيديو ده اللي هو الاخير بالنسبه لكم اللي هو فيديو البرودكسيون، وكلمه برودكسيون الانتاج. الانتاج اون فرونسي يعني ابدا اكتب، مش كده ولا لا؟ وعشان اكتب يبقى جو دوا فير اتونسيون، اخد بالي من كل حاجه. اي دعم الدرجه مش كبيره، دو للمال للايميل واثنين للسوجي، بس احنا طلبه جينياليين لازم نجيب الدرجه النهائيه. والجمل اللي تنكتب في الامتحان سهله جدا، وقد توجد بعض الجمل موجوده في ورقه الاسئله، بس مين يعرف؟ الناس اللي بتفكر. تعالوا كده نشوف الجزء الاولاني اللي بيطلب مني يا شباب. يبقى روبون اسومان ها بار او اون دو فراس كومبليت، عندي جملتين كاملين، لازم اراعي سوجي وفيرب كومبليمون بالاضافه الى كلمه سالي وكلمه ابلوس او روفار عشان ياخد شكل الايه؟ المال. هحل معاكم دلوقتي بعض الموضوعات اللي تخلينا نلم الفكره، ومن فنيات الامتحان الكويس ان انا احاول لما اجيب موضوع المال او السوجي ما يبقوش نفس الموضوع، يبقى افكار مختلفه، وحتى الفكرتين دولت ما يبقوش نفس الافكار اللي موجوده في الدوكومون اللي في الامتحان عشان الطالب ما ينقلش من فوق. فيعني الامتحان لو معمول صح، معمول جينيالي صح كده، لا فهتلاقي الايه؟ هتلاقي المواصفات بنراعي ان الوثيقه واحد مختلف عن وثيقه اثنين، مختلف عن فكره الميل، مختلف عن فكره الايه؟ السوجي. يلا نحل ما نضيعش وقت. سالي كو فاتو بورتي على فيت دو ساره؟ Quel est ton accessoire? A plus. سؤالين ما بيطولش اكتر من كده. بنشرح اول ميل بنفسر قوي عشان لما نيجي بعد كده نشتغل على طول. هتلبسي ايه في الحفله بتاعت ساره؟ وايه هو الاكسسوار بتاعك؟ يبقى الكلام هنا موجه ل مذكر او مؤنث سيان، علشان حفله ساره ممكن واحد بيواجه له كلام او واحده سيان. سالو جو في بورتي ما نوفال روب، يبقى خلاص دخلنا اللي بترد هنا بقت واحده. بلو ابوا، براحتك عايز تقول الروب بس وتكتفي ماشي. جو برون مون ساك ا مان اي مون اشارب افلو، يعني عايز يبان ان انا بكتب بقى بزياده بقى واثق من نفسي، فخلاص بكتب الايه؟ الاضافات. اما لو اكتفيت بالجملتين اللي هو طالبهم مني يبقى جو في بورتي ما نوفال روب، الجمله الثانيه جو برون مون ساك ا مان مثلا، ده كافي جدا. فكرة تانية أو إيميل تاني، يلا نشوف مع بعض كده. بونجور كاسكو تو فا فير سو سوار إي بوركوا، سؤالين كاسكو تو فا فير، خليك معايا في حاجة ممكن تتعمل. قال لي بوركوا، يبقى لازم تفكر، هتعرف تقول السبب ولا مش هتعرف؟ لازم تختار الحاجة اللي تناسب الجملتين. قال لي بونجور، مرة يقول لي بونجور سالو با دو بروبليم، سو سوار جو في ألي أو سينما، زي الفل. طيب باسكو إل يا أن نوفو فيلم أو بور روغاردي أن فيلم أو جام روغاردي أن فيلم، لو أنا عايز أقسمهم بقى جملتين عشان ما تبقاش جملة طويلة. ميل آخر أو فكرة جديدة في ميل تاني، سالو كال موبل أتو دون تا شامب، دخلنا بقى على الموبل الأساس الموبيلي يعني، كال ديكوراسيون أتو، وإيه الديكوراسيون اللي هو موجود؟ قال سالو، رد عليه التحية، جي أن لي أون أرموار أن بيرو إي أون شيزا، تمام كده؟ اي كوم ديكوراسيون وكديكور بان جي ان تابي اي ان ريدو. او روفوار او ا بلوس برضه مفيش مشكله. ناخد فكره جديده، انا عمال انقلك في الافكار، وبتشوف الايه المال وبتشوف الاجابه بتاعته علشان تبقى مستعد ان شاء الله تجيب الدرجه النهائيه في الجزئيه دي. سالو او تو فا باسي لو ويك اند بروشان كاسكو تو فا فير لابا، اللي مش عارف لابا يعني هناك. قال له جو في باسي لو ويك اند بروشان على كامبان. طيب جو في مو بروميني افيك مي كوزان، براحتك عايز تقول جو في باسي لو ويك اند بروشان على مير، مفيش مشكله، وهتقول بعدها جو في ناجي، يعني انت اللي هتكرر المكان وانت اللي هتكرر النشاط اللي هتقوم بيه. ايميل كمان عشان ناخد فكره كمان، بيقول لي بقى سالو كومون تو اد تا مير على ميزون، فير ايدي يعني نساعد، كال تاش مناجير تو نامبافير، وانت بتساعد مامتك كده في بعض التاش مناجير ما بتحبهاش، عايزين نعرف الايه؟ هتعمل ايه ما بتحبش ايه؟
سالو جاد ما مير ان متر لا تاب، حساعد مامتي انها متر لا تاب يعني جهز السفره، وبعدين جو نام با فير لا فيسيل، انا ما بحبش اغسل المواعين. يبقى كده شفنا مع بعض يا شباب خمسه من خمس ايميلات بافكار مختلفه، اديتك بعض النصايح اللي في البدايه علشان تضمن الدرجتين دول. ولو عندك فرصه ان انت تعمل بروفا او تكتب في المسودة عشان تنقل اجابه سليمه يكون افضل، عشان يهمني قوي ان طلاب جينيال واللي بيحبوا جينيال واتفرجت على فيديوهات جينيال يجيبوا الدرجه النهائيه، ومش بس كده ان شاء الله، ويتكلموا فرنساوي كويس. طول ما انتم معانا احنا بنجهز لكم كل شويه فقرات جديده ان شاء الله. يلا نشوف الدرجتين التانيين علشان نضمن كده جزئيه البرودكسيون. الدرجتين التانيين يا شباب بيبقوا بقى في السوجي. السوجي برضه هو كمان له مطلوب، صح كده؟ بيقول لي اكري دو 20 يعني 20 25 مو من 20 ل 25 كلمه سور سو سوجي اوتيليز لي زولمون دو لونجي. مديني عناصر، وقلنا عناصر يعني كلمات مش مطلوب مني استخدامها لان هي فكره. يعني على سبيل المثال انت بتقول لي كلمة عن الملبس وقول لي الفيتمو، كلمة الفيتمو مش هذكرها، بس هقول بقى بنطلون شوميز جيب كوستيم زي ما انت عايز. تعالوا نشوف الايه الموضوع الاولاني، ويا ريت تبقى الجمل يعني من ثلاثة لاربع جمل، يعني ما يقلش عن كده عشان يبان انه سوجي، وبرده السوجي على حسب المعطيات اللي بديها لي او ليزيليمون اللي انا هستعين بيها. هنا بيقول لي بقى ديكري لي فيتمو كو تو بورت او ليسي، ماشي الملابس اللي بتلبسها كده اون جنرال، لا ده فرض عليا اوليسي، يبقى انا ممكن افكر برضو في لون الزي اللي انا هلبسه. وقال لي بقى الفيتمو والكولور، بقول هنا جو بورت ان بانتالون غري اون شوميز بلانش اون فيست نوار دي شوسيت اون كوتون اي دي باسكيت. عايز يزود شويه بقى فاتكلم على الاكسسوار اللي هلبسه، قال جو مي اون كاسكيت روج سنتور نوار، والحزام بيكون اسود. اذا ده واحد بيتكلم على اللبس اللي هو هيلبسه. ما انا ممكن اقول لك ايه، اوصف لي او كلمني عن اللبس اللي اخوك هيلبسه او صاحبك، برضه هغير الضمائر وتصريف الفعل والصفات الملكيه لو فيه. طيب سوجي نمبر 2 ديكري لا توني دو تا سور، ديكري لا توني دو تا سور، عرفني بقى هي الفيتمو والاكسسوار. لا نفس الفكره اللي لسه بقولها من شويه، ان ممكن اوصف لبسي انا او لبس حد تاني، واخد بالي اذا كنت بتكلم على سير ولا فرير عشان موضوع اللبس مذكر ومؤنث. طب لا توني دو مونا اي تري جولي او تري شيك، لو انت عايز تقول ال بورت اون روب اوني اون كوتون دي شوسور ا تالون نوار اي ان فولار مارون ال مي دو بوكل دو اوري الاكسسوار اون باك اي ان كوليه، كلنا عارفين الكوليه. طيب بعدنا بقى شويه، عايزين نبعد شويه عن موضوع اللبس والاكسسوار، تعال نشوف موضوع تاني. بيقول لي ديكري تا شام، اوصف الغرفه بتاعتك، فعرفني بقى ايه الموب اللي موجوده فيها والديكوراسيون او الديكور. قلت له جي اون جراند شامبر تري رانجي اي براتيك، عمليه. لو لي اي سو لا فينتر اي لارموار اي اكوتي دو لي، اكوتي دو خدناه و بريدو والوان دو الى اخره. لو بيرو اي لا شيز سون ا دروات دو لا بورت، لي تروار سون سو لو لي اي لي ايتاجير سون ا كوتي دو بيرو لي ريدو سون بلون. كلمنا على لون الستاير بيقول لونها ابيض. طب ديكري تا نوفال ميزون، يبقى هنا خرجنا من وصف الغرفه الى وصف المنزل، فبيقول لي بقى عرفني البياس الغرف اللي موجوده فيه والفورم شكل البيت برضه عباره عن ايه. قال نو افون اون نوفال ميزون سيت ميزون اي تري جراند اي تري بيل ديفون لا ميزون il y a un beau jardin dans cette maison il y a trois chambres un salon une salle à manger in cuisine et de salle de bain. ناخد كمان فكره مختلفه عن اللي فاتوا، بيقول لي بقى اكري سور لي تاش ميناجي، يبقى كده خدنا اللبس سواء لبس او لبس حد تاني، اوصف لي الغرفه بتاعتك او البيت برضو موجوده معانا. ناخد دلوقتي التاش ميناجي، بيقول لي كلمني عن التاش والاورار المواعيد اللي بتمارس فيها هذه الانشطه او المهام المنزليه.
Ma mère fait beaucoup de tâches ménagères. Le matin, elle prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Elle range les chambres et passe l'aspirateur. L'après-midi, elle fait la cuisine et fait la vaisselle. Le soir, ma soeur et moi, on prépare le dîner et ma mère repasse les vêtements de la famille. تمام كده؟ يبقى انا قلت الانشطه او المهام اللي بتقوم بيها الام، وعرفت كمان المهام دي بتكون في اي وقت او الوقت اللي بيتم فيه الكلام ده. اخر حاجه عندنا بيقول لي بقى اكري سورتيز اكتيفيتي كوتيديان، الانشطه اليوميه ليست التاش منجات، بس عارفين معايا؟ فقول الاكسيون الاحداث اللي بتعملها والاور الساعات، المره اللي فاتت لو ماتا لو سوار لابريميدي، المره دي بقول لي الساعه كام بالظبط بتعمل النشاط بتاعك. Le matin, je me lève, je me douche et je prends le petit déjeuner. Je vais au lycée. L'après-midi, je rentre à la maison et du gym à 15h. Je fais un peu de sport au stade. Le soir, j'ai fait le devoir. Je surfe sur Internet et je me couche à 22h. طبعا لما قلت كلمة heure ما حددتش ان انا كل حاجة احط الوقت بتاعها بالظبط، جملة الساعة كام، جملة الساعة كام، جملة لا كتير قوي، فانما انا الموضوع بتاعي بيتضمن الهير وبيتضمن الاكسيون او الاكتيفيتي كوتيديان اللي انا بقوم بيها. وبكده يا شبابنا الحلوين يبقى عملنا لكم احلى مراجعة جينيالية لطلابنا الحلوين اللي بيحبوا يتابعونا ويستفيدوا وحريصين ان هم يكونوا متفوقين. وبنقول لهم au revoir لأحلى كلام في فيديو جديد تاني من فيديوهات جينيال. au revoir à tout le monde.